ستجد من الضروري التخلي عن بعض الأمور في حياتك لأنها تثقلك وتقيدك، لذا اتركها خلفك وامضي قدما. في بعض الأحيان يتوجب ترك بعض الأمور خلفنا ونمضي قدما. الكذبة التي تقولها لنفسك باستمرار بأن كل شيء سوف يتحسن، هؤلاء الأشخاص سوف يتغيرون، وهو محض خيالك الطيب الذي يجعلك تعاني دائما وباستمرار. الحياة هي محض اختياراتنا وقراراتنا بالتمسك ببعض الأشخاص، ببعض المواقف التي يمكن أن تدمرنا وتجعلنا أن نعيش في دوامة لا يمكن الخروج منها إلا إذا اتخذت القرار أنه يجب عليك التخلي وامضي قدما. هل يجب أن تتخلى عن شخص معين أو وظيفتك الحالية أو مشاعرك السابقة أو عن استيائك، أم يجب أن تتمسك وتتركهم يستهلكونك تماما؟ تخبرك هذه العلامات 11 بمتى يجب عليك التوقف عن المحاولة والسماح لنفسك بالعيش. أولا، عندما يتوقع منك التضحية بقيمك الشخصية والتغير إلى شخص لست أنت عليه في الحقيقة. في هذه الحياة قيمك الشخصية ورؤيتك هي الأشياء التي تجعلك كما أنت عليه في الأساس. إذا كانت وظيفتك أو شريكك أو حتى صديقك يجبرك على أن تكون شخصا آخر، فاترك الأمر وامضي قدما. ثانيا، عندما تستغل ثقتك وطيبتك، تكون ضعيفا عندما تتعلق بفكرة أو شخص أو حتى إنجاز. يقولون إن المحبة تجعل الطرف الآخر يؤذيك لكنك تثق بهم. إذا كان شريكك يؤذيك باستمرار أو لا يهتم أحباؤك دائما بمشاعرك، فاترك الأمر. لقد تأذيت بالفعل مرات لا تحصى. ما الذي يجعلك تعتقد أن الألم سيتوقف إذا واصلت التمسك؟ ثالثا، البقاء يجعلك تشعر بالانكسار والاكتئاب والإحباط. أنت تكره حقا وظيفتك أو شريكك بالعمل. أنت لا تعرف حتى لماذا تمسكت بهم في المقام الأول. أنت تكره من أنت أو ما تفعله. طاقتك قد استنفذت وأنت لست متحمسا للمواصلة. رابعا، الشعور بالنقص وانخفاض تقدير الذات. قيمتك الذاتية هي دائما موضع تقدير أقل. يبدو أنك لم تعد تشعر بالراحة بعد الآن. يتم أخذك دائما كأمر مسلم به. الجميع يتوقع منك أن تحضر، ولكن عندما تكون هناك بالفعل فأنت لا تحظى بالاحترام. عندما يبدو أنك الشخص الوحيد الذي يقوم بملاحقتهم، قم بتقديم خدمة لنفسك وتوقف فقط. القيام بذلك يشبه ضرب نفسك كل يوم، فقط اتركهم وراءك. خامسا، أنت تبرر لنفسك أن الأمر يستحق التمسك به في حين أنه ليس كذلك في الحقيقة. لقد نسي عيد ميلادي لأنه كان مشغولا. لم يعرفني أبدا على أصدقائه لأنه أخبرني أنهم لم يعودوا أصدقاء حقيقيين له. شريكي في العمل لن يقصد إفلاسنا. أنا متأكد أن لدي خطة. أنا أحب وظيفتي على الرغم من أنني دائما متوتر ولا أحظى بفرصة لقضاء الوقت مع عائلتي. انظر لنفسك
واستمع حقا إلى ما تقوله. هل أنت صادق مع نفسك؟ إذا كان الجواب لا، فاتركهم وراءك وامضي قدما. سادسا، لا يمكنك تذكر آخر مرة كنت فيها سعيدا. متى كانت آخر مرة كنت فيها سعيدا حقا؟ هل أنت راض حقا ومرتاح لنفسك؟ لا تجبر نفسك يا صديقي إذا كنت لا تتذكر حقا، فقد حان وقت للتخلي والاستمرار في حياتك. سابعا، تجد أنك دائما من يقدم التضحيات. هل أنت دائما الشخص الذي يجب عليه التخلي عن المزيد من الوقت، المزيد من المال، المزيد من الجهد؟ هل أنت دائما الشخص الذي يعاني من الألم، المزيد من الإحباط والمزيد من القلق؟ انطلق إلى الأمام وقدم لنفسك معروفا وتوقف عن مطاردتهم. ثامنا، التعبير عن نفسك. متى كانت آخر مرة قمت فيها بذلك؟ إذا وجدت آراؤك دائما ما يتم قمعها ولا يتم الاعتراف بمشاعرك أبدا، فلماذا لا تزال متمسكا؟ أنت تعلم أنك تستحق أفضل من هذا. اتركهم خلفك وامضي في طريقك لتجد أشخاص يقدرون آراءك ويحترمونها. تاسعا، أنت ترفض الاعتراف بالحاضر لأنه يؤلمك كثيرا. بدلا من مواجهة الموقف الحالي، اختار أن تعيش في الماضي، لأنه في الماضي توجد ذكريات سعيدة وأشخاص طيبون ينسونك عناء اليوم. أنت تعيش في وهم وتحاول أن تخدع نفسك بالاعتقاد بأن كل شيء سينجح في النهاية، على الرغم من أن كل ذرة في كيانك تعرف أن ليس كذلك. عاشرا، يوجد تناقض بين القول والفعل في كل مرة. عندما يكون لدى شخص الذي تتعامل معه موهبة بالكلمات، فمن السهل جدا أن تقتنع وتصدق وتهدأ، ومع ذلك ضع في اعتبارك أنه لا يمكن إصلاح كل شيء عبر الكلمات. إذا كان يقول شيئا ثم يتصرف بطريقة أخرى، فعادة ما تكون علامة سيئة. شريكك في العمل يقول أنه سيصلح الأمور، لكنه لا يبذل أي جهد للقيام بذلك. يعيدك شريكك بأنه لن يخونك مرة أخرى، لكنه يفعل ذلك. اتركيه. يعيدك أحباؤك بأنهم سيتصرفون وفقا لما يجعلك سعيدا، لكنهم لا يفعلون ذلك. اتركهم. الحادي عشر، لقد استنفدت بالفعل كل طاقتك، ولكن كل شيء بقي كما هو. عندما تفعل كل ما في وسعك، عندما تكون كل الوعود التي قطعت مجرد كلمات فارغة، عندما لا يكون الأمر يستحق وقتك أو أموالك أو دموعك أو إحباطك، بعد الآن اتركه. عزيزي وعزيزتي، أنت لا تعيش في قصة خيالية. يخلف الناس الوعود، العشاق يؤذون، يمكن لشركائك في العمل خداعك. ليس كل من هناك يهتم بمصلحتك. تخلص من الفكرة السامة القائلة أن التمسك يمكن أن يغير الأشياء. دعنا نمضي قدما ودع غيرك يعيش. أنت تعلم أنك تستحق أفضل من ذلك.